ما صار يا ابويا، في الحاره كلهم قلبين طقطق علي، وجوني الورشه وصوروني فضحوني، والان وانا داخل عند الباب برضو في واحد طقطق علي. خير يا طير، انت بتشتغل لا بتسرق ولا بتشحد، والشغل مو عيب يا حبيبي. يا ابويا انا ابغاك تستوعب حاجه واحده، تعتمد على نفسك وما تمد يدك لاحد، وانت ما شاء الله تبارك الله شاطر في الميكانيكا، جمع لك قرشين واستاجر لك محل في الصناعيه وسيب الباقي علي. ابشر، الله لا يحرمني منك يا ابويا. تمام وماشي 100% واستفدت كثير. طبعا هذا كله فضل من الله ثم دعواتك. والله اهديك كذا هديه لعيونك يا بابا. شوف تفضل لعيونك. ما شاء الله جوال، الله يوفقك. بحول الله انا حنفذ لك وعدي في اقرب وقت باذن الله. الله لا يحرمني منك ابويا واسهلها. تعال وخلصت كل الاجراءات وكل الاوراق، واعطيتهم عربون وقالوا ان شاء الله بكره كل الاجراءات وكل الاوراق، واعطيتهم عربون وقالوا ان شاء الله بكره حستلم الهنقر. ما شاء الله، ربنا يزيدك ويبارك لك وان شاء الله تكون بدايه خير يا ولدي. وبعد كده خلاص كل حاجه علي، العمال والمعدات واجراءاتهم اي حاجه، وحسوي لك حفل افتتاح ونعزم جميع عيال الحاره. حبيبي الله يحفظك. روح الله يوفقك يا ولدي وينور طريقك. سلام سلام يا جماعه، سلام سلام يا جماعه، يا الكرم والشجاع، يا الكرم والشجاع، إلي كشكاش وكاشكلت، إلي كشكاش وكاشكلت. تفضل ابوي. بسم الله. الله يسعدك. ما شاء الله تبارك الله، الف الف مبروك على الافتتاح حبيبي. الله يبارك فيك، هذا من خيرك، وان شاء الله اكون عند حسن ظنك وارفع راس ابوك. هي اسمع نصيحه ابوك. الله الله عليك، زباينك ثاني شيء. سلام سلام يا جماعه، سلام سلام يا جماعه، يا الكرم والشجاع، يا الكرم والشجاع، إلي كشكاش وكاشكلت، إلي كشكاش وكاشكلت. تفضل ابوي. بسم الله. الله يسعدك. ما شاء الله تبارك الله، الف الف مبروك على الافتتاح حبيبي. الله يبارك فيك، هذا من خيرك، وان شاء الله اكون عند حسن ظنك وارفع راس ابوك. هيا اسمع نصيحه ابوك. الله الله عليك، زباينك ثاني شيء، عمالك لا تاخر لهم الرواتب، تكفى يا ولد ابوك. ما يحتاج، وظفت اثنين ما شاء الله تبارك الله، وسعوديين اطلع لك فيهم البركه يا رب. تعال اعرفك عليهم. بسم الله. هذول هم، يعطيكم العافيه يا شباب. انا الكهربائي وانا الميكانيكي